الاثنين في كتاب ربنا سبحانه وتعالى لو قراتهم ربنا سبحانه وتعالى سيفتح لك ابواب الرزق. وسبحان الله ربما انك انت ترزق باربع احلام من الرؤى اللي انا هقولها لك ديت. اما السورتين يا سيدي سوره ياسين وسوره الواقعه. احنا نعرف ان الانسان اللي بيقرا سوره الواقعه لا تصيبه فاقه، يعني بمعنى صح لا يعاني من الفقر نهائيا. فما الذي يمنعك اذا كان عندك تعطيلات في حياتك انك انت تلجا الى الله جل وعلا وتتضرع بهاتين السورتين. واحنا نعرف ان الانسان اذا اراد ان يتقرب من الله جل وعلا فافضل ما يتقرب به الى الله هو كلامه، وافضل ما تعالج به نفسك من كل ضر هو ايات ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك لما عثمان بن عفان منع عبد الله بن مسعود بعد العطايا فاتاه هو في مرض الموت. فقال له عثمان بن عفان: الك حاجه يعني سبحان الله هل اعطيك اموال تعين به نفسك؟ فقال له يعني سبحان الله لقد علمت أولادي صورة في كتاب الله جل وعلا سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما معنى الكلام هذه الصورة يعني سبحان الله تغنيهم من الفاقة وكانت هي سورة الواقعة والصورة الواقعة أسرار عظيمة جداً كل اللي جرب قراءة الصورة ديت في كل موقف وكل محنة تعرض ليها يعرف صحة الكلام اللي أنا بقوله الآن فعشان كده ربما إنك إنت يعني سبحان الله يكون عندك تعطيل في حياتك وتعطيل في تجارتك فانصحك إنك إنت تقرأ الواقع وياسين ولو عندك مشاكل أيضا في موضوع الزواج وعايز إن ربنا سبحانه وتعالى يسهل عليك اقرأ هاتين الصورتين وعلى فكرة كل شخص يعني سبحان الله شاف أو هيشوف حلم من الأحلام الأربعة اللي أنا هذكرهم الآن اسمح لي أن أنا أسألك سؤال هل أنت قرأت الصور ديت قبل ما ترى هذه الأحلام أو هل على الأقل قرأت الصور ديت بعد ما رأيت الأحلام ديت حتى يتم الشيء اللي أنت بترغب فيه في حياتك بأسرع وقت ممكن كل إنسان فينا بيكون أمنية وله حاجة عند الله جل وعلا ومما لا شك فيه أن أمنية وأمنيتك وحاجتك بيد الكريم جل وعلا إذا أراد الله عز وجل لها أن تتحقق قال لها كن فتكون الحاجة التي ترغب بها ولذلك إخوان الأفاضل أول رؤية من الرؤى اللي يعني سبحان الله لو شفتها تعرف أن ربنا سبحانه وتعالى سيفتح لك رزقا عظيما وأن أمور حياتك كلها يعني سبحان الله ستتبدل وتتغير هي رؤية أنك أنت يعني سبحان الله تشوف أي نوع من أنواع الثمار أيا إن كانت الثمار ديت فعلى سبيل المثال من يرى في منامه أنه يقطف المنجا أو يرى في منامه أنه تحصل على ثمر التفاح إذا كان هذا الرجل أعزب تزوج بإذن رب العالمين وإذا كان يعني سبحان الله متزوج رزق بالذرية وإن رأتها امرأة تزوجت وإن كانت عزباء رزقت بالذرية هل في دليل على الكلام اللي انا بقوله ده نعم قال الله عز وجل في الكتاب الكريم نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم ان شئتم وقدموا لانفسكم والحرث هو الارض فعشان كده لو شافت اي امراه او شاف اي رجل ان هو بيقطف ثمار من الارض أو بيتحصل على الثمار من الأرض ليكن على يقين أن هذه الرؤية تدل على بشارة طيبة مفاد هذه البشارة أن الله عز وجل سيرزقك بأولاد صالحين تهنأ بهم في حياتك وتنشرح بهم نفسك وسبحان الله تكون بهم راضي وفي يعني سبحان الله خمسة من أصل عشر أشخاص قبل ما يدخلوا لموضوع الزواج او قبل ما يرزقوا بالزواج بيشوفوا الرؤيه اللي انا هذكرها لحضراتكم ديت بيشوفوا في المنام ان في شجره والشجره ديت يعني سبحان الله هم بيقطفوا منها ثمار او بيقطفوا منها ثمره معينه عارف الرؤيه ديت معناها ايه اذا رايت انك تقطف ثمارا من اي شجره في منامك فلتكن على يقين أن هذه الرؤية فيها بشارة طيبة بأنك ستتزوج والشجرة التي قطفت منها الثمرة هي شجرة العائلة اللي أنت هترتبط منها وهذه هي الرؤية الأولى هي رؤية الثمار بكل أنواعها تدل على الأموال وتدل على الأرزاق فابشر إن رأيت هذه الرؤية ولذلك يعني سبحان الله خير دليل أيضا أن زكريا عليه السلام كان كلما دخل على مريم عليه السلام وجد عندها ثمار الشتاء في الصيف وثمار الصيف في الشتاء فكان يقول لها يا مريم أن لك هذا فكانت ترد عليه وتقول له من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب فكل إنسان يرى مثل هذه الرؤى يجب أن يستبشر خير بما رأى وليحمد الله عز وجل على ما رأى وليعلم علم اليقين أن الله عز وجل سيفتح له أبواب خير كثيرة جدا تهنأ بها نفسه ويعيش بسببها عيشة طيبة عشان كده بعد ما الإنسان يرى أنه بيقطف ثمار أو بيجمع ثمار أنصحك أنك أنت تدعي الله عز وجل لذلك هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء وأي واحد يشوف أنه بيجمع أي نوع من أنواع الثمار أو أي نوع من أنواع الخضار في منامه اللي يمنعك انك انت تقرا سوره ياسين وسوره الواقعه ثم تصلي لله عز وجل ركعتين حاجه وتسال الله عز وجل من فضله فان فضل الله عز وجل واسع. واذا اعطى الله عز وجل عطاء ادهش من يعطيه هذا العطاء. بالنسبه للرؤية الثامنه او الرؤية الثانيه عذرا هي رؤيه الثياب البيضاء. كل انسان يرى في منامه انه يرتدي الثياب البيضاء يستبشر خير بهذه الرؤيه. وليعلم علم اليقين ان هذه الرؤيا فيها بشاره طيبه له وهي ان الله عز وجل سينعم عليه بزوجه صالحه، او ان الله عز وجل ينعم عليه بالايمان او يختم الله عز وجل له بخاتمه السعاده، ولذلك ام المؤمنين خديجه رضي الله عنها وعن ابيها سالت النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم وقالت له يا رسول الله كيف حال ورقة بن نوفل في الدار الآخرة أو كيف حال القصة في الدار الآخرة فبماذا أجابها النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لقد رأيت أن عليه ثيابا بيضاء والثياب البيضاء تدل على المغفرة إذا كل من يرى الثياب البيضاء في منامي ليكن له أسوة حسنة في النبي صلى الله عليه وسلم وليعلم علم اليقين أن هذه الرؤيا فيها بشارة طيبة أن الله عز وجل سيهب له من الصالحين إن كان متزوج أو ربما ينال أموال طيبة أو يعرف إن دية يعني سبحان الله الرؤية دية عبارة عن إيمان فرؤية الثياب البيضاء في المنام تدل على الإيمان وتدل على كثرة الرزق وتدل على فتح أبواب الخير المغلقة وتدل على استقرار النفس وهنائها بالنسبة للرؤية الثالثة هي رؤية أنك أنت يعني سبحان الله بتسبح في المياه أو أنك أنت يعني سبحان الله يعني بتسبح في البحر فالبحر حينما تكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال هو الطهور ماء والحل ميتته فالإنسان إذا رأى البحر في منامه يكون على يقين أن هذه الرؤية فيها بشارات طيبة كثيرة جدا من البشرات ديت يعني سبحان الله ان الله عز وجل سيفتح لك ابواب رزق مغلقه، وان الله عز وجل سيبدل حياتك الى الافضل والاحسن، وان امور حياتك كلها ستتغير وتتبدل، وان الله عز وجل يهنئك في حياتك. فان رايت ان البحر يعني سبحان الله المياه بتاعته طيبه فلتكن على يقين ان الله عز وجل سيجعل لك رزقا طيبا. وان رايت ان البحر المياه بتاعته يعني سبحان الله يعني لونها ازرق ولونها يميل للصفاء، فتعرف ان حياتك كلها هتكون طيب وصفاء بإذن رب العالمين. بالنسبة بقى للرؤية الأخيرة وهي الرؤية الرابعة. وهي رؤية يعني سبحان الله سواجة السيارة في المنام. كل إنسان يرى في منامه أن هو يعني يركب سيارة ويستطيع أن يسير بالسيارة ديت بدون أن يواجه أي صدمات أو أي عقبات في حياته. يكن على يقين أن الله عز وجل سيهب له أموالا طيبة. ويكن على يقين أن الله عز وجل سيرزقه بأموالا طيبة فيستبشر خير بما رأى ويسأل الله عز وجل من فضله دون أربع أحلام لو شفتهم حاول أنك أنت تقرأ صورة ياسين وصورة الواقعة ثم تسأل الله عز وجل من فضله يحقق الله عز وجل لك هذا الفضل المقطع ده لو عجبك دوس لايك واعمل مشاركة وشاركه لأصحابك وأصدقائك دمتم في ود في أمان الله